السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع قناة أسماء، فيديو جديد إن شاء الله اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد الكرواسون اللي بمقادير متوفرة في كل بيت بإذن الله تعالى، ونبداو على بركة الله المقادير. بسم الله. كنحتاجو كيلو ديال الدقيق، بيضة، 300 غرام ديال الجبدة، مارغرين، 80 غرام ديال سنيدة، 15 غرام ديال الخميره المعجونه اللي خليناها في شويه ديال الماء ذابت، 40 غرام ديال الزبده، يعني عبر اخر ديال الزبده من غير اللي غادي نورقوا بها، 300 غرام غادي نورقوا بها ان شاء الله. ونبداو على بركه الله. كناخذوا كيلو ديال الدقيق ديالنا نديروه في العجانه، كنضيفوا له سنيده، 80 غرام ديال سنيده، بيضه كامله، 40 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، 1/2 ملعقة من الملح، 1/2 الخميرة اللي درناها بشوية ديال الماء، 15 غرام ديال الخميرة ديال المعجونة. نبداو نخلطو العجين ديالنا بالفعل البنات. هاد الكيلو ديال الدقيق كيخرج لنا كميه وافره باشكال متنوعه، وتابعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله تشوفوا الاشكال كيفاش دايره، بالفعل جدا رائعه. هنا نبقاو نضيفوا الماء للعجين بشويه بشويه، كيف ما كتلاحظوا هانتوما شتو هنا درنا السرعة. هانتوما العجينة ديالنا كيفاش راها كتعجن، زدنا في السرعة ديال العجانة ديالنا. هذا هو، شتو كيفاش كتكون دايرة العجينة ديالنا هكذا، على هاد الشكل هكذا كنحصلو عليها، ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه، يعني كتسهل عليك. هنا كنحاولوا نطلقوها مزيان، وغادي ناخذوا 300 غرام ديال الزبده مارغرين، غادي نحكوها على هذا الشكل هكذا، وغادي نبداو نتنيو بالجهه الاخرى هكذا، غنتنيو وغادي نبقاو نطلقوها حتى كنخدمو الزبده مع العجين، ما تبقاش الزبده باينه لنا في العجين ديالنا. تمنى لان الصور كيكون يعني بيد وحده ما كاينش لي صور، تمنى يكون واضح في الصوره. كنطلقوها حتى المهم نعاودو عاوتاني نطلقوها، نتنيوها نعاودتاني نطلقوها، الزبده كتدخل في العجين كامل. طريقة سهلة، غير هي شوية خصها ديال الخاطر باش في الاخر كنحصلو على واحد النتيجة مرضية، ونخليوها ترتاح. هنا غادي ندوزو نحضرو الكريم باتيسير ديالنا، اللي كنحتاجو له 1/2 لتر من الحليب، 100 غرام ديال السكر، و 60 غرام ديال الكريم باتيسير بودرة، و 100 غرام ديال الزبيب. ناخدو الحليب ديالنا نديرو فوق العافيه نهيله، ونضيفو له السكر 100 غرام سبق لي وذكرت، و 60 غرام ديال البودره الباتيسير، وغنبداو بالخلط. هاد الاثناء العجينه ديالنا راها كترتاح، هنا الكريم ما درنالوش البيض، درناه بهذه الطريقه هذه مغايرة. ونبقاو نحركو حتى كيعقد لنا الكريم ديالنا، باقي لواحد شويه
هو سالينا لاكريم ديالنا، نحطوه على جنب يبرد، كنرجعو للعجين ديالنا كنطلقوه مزيان وكنقسموه. خدينا النصف درنا له لاكريم باتيسير من بعد ما برد، غنديروه على شكل شنيك، كنسرحو فيه لاكريم ديالنا على هاد الطريقه هكذا. وناخدو ديك 100 غرام الزبيب اللي عندنا من بعد ما نقيناه وكل شيء، كنديروه فوق منه لا كريم باتيسير، هكذا بشكل عشوائي. هاد المقادير اللي عطيتكم تقدروا ديروا النصف ديالها، انا درت كيلو ديال الدقيق، نتوما تقدروا ديروا النصف ديالها. ونبقاو نلويوه العجين ديالنا هكذا رولي. حنا صوبنا جوج، الاولانيه وهذه الثانيه، شكلنا من هذا الشكل وغنخليوها ترتاح. نخليوها ترتاح على جنب وغندوزو ناخدو القطعه الثانيه ديال العجين ديالنا، كنسرحوها هكذا على هذا الشكل هذا بهذه الطريقه، ونبداو نقسموها نصاوبو فيها الشكلاط. ثالث غادي نصاوبو على شكل مثلثات هكذا، وغنديرو على شكل هلال. في هاد الاثناء غناخدو الشكل الاولاني ديال الشنيك ديالنا، قطعناه على هذا الشكل هكذا، وكنحطوه في اللاطه اللي غادي تدخل الفرن، وغنزيدو نخليوه يرتاح. هانتوما كيفاش قطعناه، كيفاش كيجي، والسمك ديالو ماشي رقيق، شويه شغلط. هذا على شكل هلال، ها هو الشكل الثاني اللي درنا له الشكلاط. ها هما هادو من بعد ما خمرونا، هانتوما شفتو كيفاش ضاعف الحجم ديالهم. هادو هما الاشكال ديالنا. كناخدو بيضه وكندهنوها مع معلقه ديال الحليب درناها، وندهنوهم باش ندخلهم للفرن على درجه حراره متوسطه، نشعل لهم من التحت حتى كنحسو بهم تحمرونا من التحت، عاد كنشعل لهم من الفوق. نصبرهم هكذا من الجوانب كاملين، بهذه الطريقه هكذا. هادو ديال الشكلاط. هذا لي شنيك ديالنا كذلك كندهنوهم، جميع الحبات ديالنا كندهنوهم. هانتوما شفتو مع هذا الشكل هكذا. شوف تبارك الله شحال عطانا هاد الكيلو، زعما كميه وفيره. ويبقى لك انت الاختيار واش بغيتي حبات صغار ولا حبات كبار، ماشي على حسب الكميه اللي بغيتي نتيا، ونتشوفوا الشكل ديالهم. هذا هو الشكل ديالهم النهائي من بعد ما خرجناهم من الفرن. شوف كيف كيجيو، بالفعل جدا رائعين. نتمنى الله تجربوهم، تردوا عليا الخبر في التعليقات اسفل الفيديو. كيجيو بنينين ورطبين مقرمشين. هادو لي شنيك ديالنا، كناخدو شويش ديال الناباج وكندهنوهم من الفوق. هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو لاحق ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وجربوها وردوا لي الخبر ان شاء الله. القاكم بالف خير، السلام عليكم.
رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهاب. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب، بشراك مغفرة بغير حساب. رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهاب. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب، بشراك مغفرة بغير حساب.